دكتورة ناهي الزيتون، احنا كلنا واقفين في حب مصر، احنا مش عايزين حاجة من اي حد، احنا عايزين كل الناس بتحب مصر، وشوية كده وهتلاقي الشعب كله هينزل. احنا عملنا وقفة قبل كده والحمد لله وفقنا فيها في تركيا، والحمد لله الحكومة استجابت لينا وطردوا السفير المجرم اللي كان بيخبي عنده الاخوان وكان بيعمل شيء من المخابرات على المصريين. الحمد لله، ونتمنى من ربنا ان الوقفة دي تجيب نتيجة. مصر كبيرة عليهم صدقوني، وبعدين اشاعات بتطلع واشاعات هنا واشاعات ان احنا يعني بيعملوا اتفاقية مع الامير تميم في قطر وعشان يبقى في صلح، انسوا كلها اشاعات. الشعب المصري كارههم ومش عايزهم. مصر هتفضل بينا ومصر هتفضل قوية بكل واحد بيحب بلده، كل واحد بيقول تراب بلدي. يقولوا لك اصل هم خايفين على العماله، العماله لو سالتوهم والله اي واحد في قطر هيقول لك طز في اي تعريفه باخده في داء بلدي. مصر كلها ناس محترمه ووطنيين، ودي اقل حاجه بنقدمها في حب مصر. وعايز اقول حاجه، مصر كلها سعيده، وانا مبسوطه جدا النهارده ان الدستور الحمد لله خلاص طلع عندي فيكم، وهنمشي وخريطه المستقبل هتمشي، وكل حاجه بتعملوها باي باي مش هتنفع، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حاسس ايه اللي جواكم مش احنا، لان ربنا هو اللي بيعلم الضمائر. احنا ضمائرنا طيبه وعشان كده صدقناكم. احنا لما الشعب الطيب ده صدقكم يا اخوان وقالوا الناس دي غلابه والناس دي هتعمل، ناس ما عملتش حاجه، بس ربنا سبحانه وتعالى دايما بيوقف خططهم. الدستور النهارده والتصويت عليه النهارده وهيمشي، هيمشي بمشيئه الرحمن. والف الف شكر لكل مصري حر وكل مصري وطني، حتى الاطفال نزلوا. احنا بنكرهكم مش بنكره شعب، احنا بنكره حكومات، حكومات وحشه، وبنكره حكومه آل لوط. انا نازل عشان اعرف السفير القطري ماشي ان دي مصر دوله عربيه، اخواتنا بتوع قطر وقطر اخواتنا، الاصول يحمونا والاصول يقفوا جنبنا. لا، دول واقفين جنب الارهاب، واقفين جنب امريكا، عايزين يخربوا البلد. ليه؟ ده بالعكس، هم العرب هم اللي هيفيدوهم. يعني لو حصل حاجه في قطر احنا الشعب المصري اول ناس هنقف جنب قطر. ليه هم بيعملوا كده ويهدونا؟ الاصول يقفوا جنبنا، هم ليه بيعملوا كده؟ انا عايز افهم هم ليه بيعملوا كده. اولا احنا بنطالب ان يا ريت رئيس جمهوريه قطر يقدر عن اللي هو فيه دوت، ويحب مصر ويبقى واقف جنب مصر، ما يبقاش ضد مصر. هو ضد مصر ليه؟ انا عايز يعني دوله صغيره زي ديت مصر هي اللي هتنفعها، ده احنا جيره وعرب. الاصول يبقى يقف جنب مصر، مش يقف ضد مصر، مش يخرب مصر. طبعا اولا السفير هنطرده، دي اول تصعيد. ده السفير لازم يطرد عشان خاطر دي معلومه يتوصل له ان احنا مش عايزين نبقى لنا علاقه بقطر خالص، ولا عشان دول باين عليهم يهود ماشي، بس الشعب القطري كويس. لكن هو اصلا اللي ماسكين الرئاسه في قطر هم اللي ناس كلاب، ناس مش كويسين. لكن التظاهر 10 على 10 بحيث ان احنا في الايام دي عايزين قانون تظاهر شديد شديد قوي. ليه؟ عشان البلد تمشي. ما احنا لو فوتنا بقى ده وفوتنا ده البلد هم عايزين يهدوها. والناس بتوع 6 ابريل والناس اللي نزلت على المسجد الشورى ديت ماشي، دول الناس مش كويسين. ليه يعملوا كده؟ هم قطره ينزلوا رئاسه، ينزلوا انتخابات، هما بيعملوا لك ايه؟ يسيبوا مصر تمشي، يسيبوا مصر تمشي. النهارده واخده ترخيص، والكلام ده معلن علنها من 10 ايام، واخدين ترخيص بالكلام ده كله ومتذاع على القنوات المصريه كلها. محمود فايق محمد، الامين العام لحمله فارس العرب. بنطالب ان امير قطر يدي اوامر لسفارته الملعونه انها تخرج من مصر. وكفايه قوي كده، لان الوطن العربي كله عارف مين ايه الدور اللي بتقوم بيه قطر. وللاسف الشديد من المفترض ان قطر دي ما تكونش دوله عربيه، الدوله اللي تمول الارهاب، الدوله اللي تساعد الاخوان وتديهم فلوس عشان يخربوا في بلدنا، ما تبقاش دوله صديقه ولا دوله عربيه. الشيخه موزه اللي هي كانت كوافيره الاول وبعد عمليه التجميل بقت الاميره موزه، بنقول لها حرام عليكي، ارحلوا. مصر هتفضل عظيمه بقياده السيسي عمهم اللي حرق دمهم ودم الدنيا كلها. اي حاقد بينزل يعمل اي حاجه في مصر ملوش غير حاجه واحده بس، ان يضرب بالجزمه. وانا اسف التشبيه ده على القناه، انا اسف التشبيه ده، لان قطر مش دوله عربيه. جماعه الاخوان المسلمين لا يمتوا للاسلام بصله، ولا يمتوا للدين بصله، ولا يمتوا لمصر بصله. دول نزلاء في فنادق،
دول مصر بالنسبه لهم نازلين فيها، انا اسف على الراي الصعيدي، نازلين مصر على بيات. جماعه الاخوان، جماعه الاخوان، كفايه كده، كفايه يا اللي اسمكم مصريين. انا اشك ان انتم مصريين. بكرر نداء للشعب المصري كله يفوق، في مخطط مش الطابور وخامس وبس، وكذا جماعه هدفهم كله ان يهدموا اقتصاد البلد، والبلد مش هتنهار. فوق يا شعب مصر، فوق يا عرافيش، البلد دي بلدنا، لازم نحافظ عليها بيكو بالدنيا كلها. بكل محترم، مصر هتبقى، مصر هتبقى ليوم الدين، والدولة الوحيدة ما اتذكرتش على السعودية، اتذكرت مصر 5 مرات في القرآن. بإذن الله مصر محروسة، مصر محروسة، مصر محروسة. نازلة عشان بحب بلدي، ورافضة أي تدخل يزعزع استقرار بلدي. والقطر لها يد كبيرة في تمويل الإرهاب اللي بيزعزع أمن المواطن المصري. يا شيخ، التمويل، التمويل بيشتروا الناس عشان تنزل الشوارع ويزعزعوا استقرار البلد. لكن احنا كلنا بنحب بلدنا، وهننزل وندعم بلدنا وندعم السيسي، ونقول احنا ايد واحدة مع الشرطة والجيش، وحنوصل ان شاء الله لبر الامان، ومصر هتبقى وما زالت وهتبقى احسن دولة في العالم. جايين طبعا احنا علشان التصرفات القطرية مع مصر طبعا ما ينفعش، فاحنا بنعبر عن شعورنا على اساس ان هم برضو يعني يتقوا الله ويرجعوا لربنا. ومهما كان دي دولة عربية واسلامية، لما هي تعمل في مصر كده العدو يعمل فينا ايه؟ العدو يعمل فينا ايه؟ انا مش عايز اتكلم كلام، لان طبعا مهما كان هم مسلمين واحنا دولة اسلامية، يرضي مين اللي هم بيعملوه؟ لما هم يقفوا مع اسرائيل وامريكا، امريكا او اسرائيل تعمل فينا احنا ايه؟ يعني انا محرج ان انا اقول اه يمشي، يعني واحد مسلم اقول له امشي ازاي من بلد اسلامي، ولكن اذا اصر على تصرفه الخطا فطبعا لا يجوز يجلس في وسطنا. قانون التظاهر ربنا يوفقهم وربنا ينور بصيرتهم، واي قرار ياخده السيسي او تاخده الحكومه احنا نرحب بيه. خلي بالك من شعب مصر، واحنا فداك طول عمرنا هنبقى فداك. يا ذا الجلال والاكرام يا كريم، اللهم اكشف عني وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، والفريق صدق صبح السيد، ورجال القوات المسلحه المصريه، ورجال وزاره الداخليه كل حيره، ونور لنا بصيرتنا وبصرنا، وارزقنا البطانه الصالحه، واجعلنا محفوظين من كل سوء، امين يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين بحسن المدين. احنا فداك يا سيسي ومش هنسيبك، وباجي من السويس خميس وجمعه وسبت عشان اتضامن وايدك ان شاء الله. الجيش المصري اغضب يا جيشنا، اغضب يا جيشنا، اغضب يا جيشنا، اغضب يا جيشنا، يا عايش ومع الجيشنا، يا عايش ومع الجيشنا، يا عايش ومع الجيشنا، يا عايش ومع الجيشنا. هنقول للداخليه، هنقول للجيش المصري يا ابو دبوره ونسر وكام، فوضناكم، دوس عليهم واحنا معاكم، دوس عليهم واحنا معاكم، فوضناكم، 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 دوس عليهم واحنا معاكم، دوس عليهم واحنا معاكم. شكرا يا جيشنا، شكرا يا جيشنا، شكرا يا جيشنا، شكرا يا جيشنا، يا عايش ومعيشنا، عايش ومعيشنا. يلا يا قطر لم فلوسك، يلا يا قطر لم فلوسك، بكره الجيش المصري يدوسك، بكره الجيش المصري.